ايه يعني؟ مش فاهمه. بطفي السيجاره في جسمه زي اللي كنا بنشوفه في افلام زمان وحاجات خياليه ما بتحصلش. ومين ممكن زوجه تطفي سيجاره في جسم جوزها وانها يعني تعذبه حتى الموت؟ وانا بستنكر ده ليه. هقول لك على حاجه، هذه السيده اللي ربنا يكرمها، السيده المحترمه اللي لسه معرفتي بيها قريب جدا، الست دي غيرانه على حلمي اكتر. في ناس الست دي وناس كتيره صديقه لي بتقول غيرانه على حلمي اكتر من ناس قريبه من حلمي بكر، وده امر جايب لي جنازه. هي اتخانقت مع ارمان طويمه وكانوا يضربوا بعض. بص يا بسمه، انا وقفت في العزاء في الجنازه، انا جنازه دفنه والعزاء، تعمدت الا اكون موجود في اي حاجه بتحصل. انا وقفت ادي دوري لابويا، كنت وصاحبي كاتم غضبك من ايه؟ انا غضب من اي نوع؟ كل حاجه حواليك، من اللي كان بيحصل مثلا لحبيبك، من انك انت ما عرفتش تعمل له حاجه، من تصرفات كنت بتعرفها ومش قادر تعمل حاجه برضه لانه كان بيرجع تاني، من ابنه اللي انت طلبت منه وخذلك، من الخبر اللي جالك انه فعلا هو ما خذلش، هو السرعه بس انزل قال ان هو عنده شغل وشركات وبتاع، عشان برضه اكون اونست في ردودي ان انا عندي شغل، فقلت له الحق واضح. من الناس اللي كانت بتتصور وتضحك في العزاء عادي، دي بقى قصه تانية. لكن هو انا عايز افهم كله. طيب ما انت امشي معايا ستيب باي ستيب، لان هو موضوع شائك جدا، موضوع صعب جدا، بس اتكلم ستيب باي ستيب. طيب انا هقول لحضرتك على حاجه، هو ما خذلنيش ولا حاجه، هو نزل متاخر على ابوه، ما خذلنيش انا. هو ما خذلنيش انا، خذل ابوه ما اعرفش، هو في النهايه هو ابوه، حتى لو كانت المسافات بعدتهم بالخمسين سنه بالاربعين سنه هو ابوه. انا مهما بكيت على الاستاذ حلمي مش المفروض لحزن ولا ابكي قد اخواته قد ابنه، عشان نتكلم دغري. بس انا مش عارف ليه انا حزين اكتر. الفيديوهات اللي كانت بتنزل فتره ما هو كلمني كانت فيديوهات قاتله. بسمع احنا في حياه واحنا ما احناش عبط، احنا ناس كبيره وفاهمه. الفيديوهات اللي كانت بتنزل كانت بتقول الراجل ده خلاص بيموت، ايا كان بقى، بيموت بالترك، بيموت بالبطيء، بيموت من المرض، بيموت من الشيخوخه، كل العبارات باينه ان حلمي بينتهي للي ما بيعرفش يشوف حلمي. فتعالى كان كل بس طلبي تعالى بدري نلحق نحاول، هو قدر الله هينفذ هينفذ، بس اخد شرف المحاوله بس. فاليوم اللي قال هاجي فيه ده اللي انا قايله قبلها بثلاث ايام، اوعى تفرحوا، اوعى تفرحوا لاي حد، يا ناديه يا استاذ مرتضى يا اوعى تفرحوا ان حلمي بكر يتقال انه داخل مستشفى قبل ما هشام ابنه يكون هنا ونكون رايحين نقلينه حته. اقول لك والله لا اخرجك، بس انا اسف مش هقدر اديها لكم، الواتس موجود عندي بالجروب، والله لو اوريها لك، والله لو اوريها لك قبل الوفاه بثلاث ايام. انت صادق في كل حاجه يعني؟ والله لو اوريها لك. طيب كنت قاعد يعني زعلان في العزاء مش موجود ليه زي ما انت بتقول؟ ايه اللي شفته في العزاء خلاك انك انت تبقى مش عايز يعني عايش مع روحك، مش عايز تبص يعني عشان لا تصاب بالصدمه اكتر من كده؟ بلاش تدوسي عليا يا بسمه، يعني بلاش تدوسي عليا. شغلي انا بعمل شغلي. لا بلاش تدوس كده بالشكل ده، يعني عشان ده يدخلني في حاجات مش بتاعتي خالص. من فضلك كده. انا شفت حاجه كتير ما عجبتنيش في العزا. بس نقطه، هو ايه اللي ممكن تشوفه في العزا ما عجبكش؟ انا شفت حاجات ناس قاعده وبتعزي، هو ده سر؟ هو العزا ده سر؟ انت بتعلن سر يعني؟ ما العزا ده كان كل العالم كان موجود فيه. وبعدين يعني بادي جاردات مثلا ضايقتك؟ لا حد خلاص يا بسمه اقول لك خلاص، اصل خلي بالك. طب أنا ابن اللي راح الاستاذ الكبير حلمي بكر كان نازل بجاردات، مين جاب له الجاردات دول؟ مش عارف مين مفهمه ايه ومين اللي قال له يعمل كده؟ انا مش فاهم. مين اشار عليه الشوره دي؟ انا مش فاهم، خلي بالك. الجاردات عشان تحميه من مين؟ خلي بالك احنا هنقول حاجه، وحميته من مين؟ ما هو كان واخد البنت في ايده، وما هو احنا هتحميك من مين لما انت نازل على انك تختصم بس؟ في دايره مفقوده في النص. ده مش دايره، ده في صواني وفي حلل وفي ترابيزات مفقوده في النص. انت نازل تختصم بس، فلقيناك في منتهى الدبلوماسيه والرومانسيه مع في الامور كلها. ف
انا شفت كده يا جماعه، انا شفت كده. يا جماعه انا شفت كده. انا مش هكذب. وده موقف يخلينا كلنا نصدم بصراحه. يعني انت زيي بالامانه؟ الله، انت صدمتي. مش انا بني ادم زيك؟ يعني انت حاسه انا عارف اقول ايه؟ انا ما قعدتش على الترابيزه دي وقعد معايا الاستاذ حلمي بكر وفي احدى الفواصل بكى، او في احدى الحوارات بكى وطلعنا فاصل وقال لي اللي انت بتقوله؟ طيب يعني حضرتك شفتي والراي العام كله شاف. انا وعدتك انت بتقولي لي قول الصراحه، قلت لك دي مصيبتي، بس قلت لك من فضلك في صراحه هيبقى لها بين قوسين. طيب. انا ما يعني انت انا يعني ما تعرفش مين اللي جاب له الجردات. هو يعني هو عيب ان انت تقول مين؟ وحياه ابني ما اعرف، انا مش بكذب عليك، انا ما اعرفش. طب ايه احنا كده كده في العزاء وضايقك وخلاك تخرج يعني انا احدى الصحفيين وصحفيين كتير قالوا انك كنت خارج بتعيط ودخلت عربيتك وانت بتعيط ليه؟ طيب من ايه؟ حد زعلك جوه؟ حد اهانك؟ محدش يعرف يهني. طب خلاص ما تقول ليه؟ وروحت كملت في بيتي بكره من وضع انا شفته. كل حد اولى بلحمه زي بالبلدي كده زي ما بيقولوها، وكل واحد يغير على اللي منه. لا بس ده شخصية يا عم استاذ حلمي، ده يعني راجل لينا كلنا فيه. يعني انا وانت نفضل بالحزن ده والناس واحده زي المدام ليلى دي والناس كلها غيرانة والناس كلها على الأقل بلا اتهام لحد، بلا أي اتهام لحد، بس ابحثوا عن الحقيقة. إيه اللي ضايقك؟ إيه اللي خلاك تعيط من العزاء؟ لا ضايقت. ما اتضايقت؟ ما أنت هتقول يعني عايز أبحث عن حقيقة الراجل ده عن اللي حصل للراجل، فلقيت قولي الأمر في حاجة غريبة. إيه؟ مش عارف. إيه مش... طيب؟ إيه؟ إيه؟ أنا أنتِ قولي لي إيه؟ ما أعرف. اللي فهم حاجة شفت ابنه مثلا كان في ود بينه وبين ارمله الراحل ولا ايه؟ على عكس ما المفروض متوقع انه يكونوا اعداء. كان مش عداوه يا استاذه بسمه، كان في مثلا موده. يا بسمه مش لازم عداوه، انا ما بطالبش بالعداوه، انا هحرض عيله على بعض. انا مالي انا بالكلام ده؟ بس انت حضرتك بقول لك بقالك 13 يوم بتقولي لي الحق جوزي، الحق الحق. طب تعالي يا بسمه الحقي معانا. فجيتي لقيناكي انت واخواتك واهلك وعمامك مع الحد اللي انت بتقولي لي الحق جوزي من ايده. طب واحد كان بيقول لك الحق ابويا، ولما جه لقيته مع اللي عايزك تلحقه منها. ايه السبب بقى التحول ده؟ انا ناديه قالت لي حاجه برضه هكون معاكوا دغري بقى خلاص طالما هو الموضوع كده. واخوات الاستاذ حلمي كمان كانوا بيقولوا الحقوا وبعدين بقوا. طب ما انا قصدي كده، ما انا اسف إن خلي بالك انا مشتك على ابنه برضه لوحده عشان برضه بقى دغري. وحتى انا بحب اخوات الاستاذ حلمي جدا، ومدام سهير كاتبه بتشكرني وبتاع. مش ده، انا ما تشكرش على اي حاجه عملتها لحلمي بكر سواء قبل او حتى. ارجع لي تاني، ما تلفش، ما تهربش من الاجابه. الشكل العام ما ريحش ناس كتيره يا بسمه. وكان سؤال العزاء كله هو في ايه؟ ما تقول بصراحه.